قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح صاروخين باليستيين من قطار لأول مرة، مشيرة إلى أنها تواصل تعزيز دفاعاتها بعد أن اختبرت الكوريتان إطلاق صواريخ تفصل بينها ساعات في استعراض للقوة العسكرية. وأكدت عمليات الإطلاق عودة التوترات بين الخصمين وسط الجمود الذي طال أمده في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف تجريد كوريا الشمالية من برنامج أسلحتها النووية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغيانغ أنه جرى إطلاق الصواريخ خلال تدريبات فوج صاروخي محمول على السكك الحديدية نقل نظام الأسلحة على طول خطوط السكك الحديدية في المنطقة الجبلية بوسط البلاد، وإن الصواريخ أصابت بدقة هدفا بحريا على بعد 800 كيلومتر.